بسم الله الرحمن الرحيم. من شرح الحكم العطائية للشيخ الإمام العلامة علي بن عبد الله باراس رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين، إلى أن قال: فالعمل شجرة طيبة وثمرته وجدان سر ذلك العمل، إما من طريق الإيمان وإما من طريق العيان. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا. الوجدان مختلفة، فمن وجدان في الأعمال بطريق الإيمان على صدق الوعد بالموعود، فيسهل لديه عسيره وتهون عليه وعوره ويتحقق لديه ظهوره ويشرق عليه نوره، وإما بطريق الشهود والعيان، فتنكشف له ستوره وتستولي عليه تباشيره وتزف إلى العامل عرائسه وحوره وتتغشاه أنوار القرب وتشوقه لوامع الحب. وأول ذلك مكابدة ومجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهو طريق الفناء فينا، ونعوضهم بما ذهب منهم معيتنا، ونشهدهم حسننا وإحساننا، فنصفهم به ونجعله لهم نعتا، فنعتهم محسنون. وذلك لما ظهر عليهم من حسن معيتنا التي لم تبق عليهم من أوصافهم وصفا، ولم تدع فيهم من رؤية نعوتهم نعتا. وورد في ذلك: إذا أخلص العمل لله ولا يقبل الله إلا ما كان له خالصا، مثل قوله في الحديث: من أخلص لله 40 يوما جالت روحه في الملكوت الأعلى وعادت بطرائف الحكم فنطق بها قلبه على لسانه. فهذا من ثمرات العمل المقبول، ولا يقبل الله إلا من المتقين. لذلك قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. فهذا من ثمرات التقوى، والتقوى منها ما هو عمل ومنها ما هو علم، والكل عمل. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وإذا علمت أن ليس ثم ثمرة للعمل إلا العلم اللدني الذي يظهر لك به وجه الصواب في كل عمل وحال من الله بلا تعلم ولا تعمل، بل يكون الحق لصاحبه يدا ومؤيدا وقلبا وعقلا، فهذا وما شاكله من ثمرات العمل المقبول. ولا بد لكل سالك في ابتدائه في الأخذ في العمل من كلفة وتجشم تعب ومشقة، ثم تعقبه الراحة والمسرة. والثمر لا يوصل إليه إلا بعد حركات حسية وتدبيرات معنوية. يعجز عن الوصول إلى الثمرة من لم يتحمل العناء في غراس الشجرة، وهذا معروف لا يمتري فيه ذو قلب سليم وعقل سالم، بل شواهده في الحس ظاهرة، وأمثاله على الأعمال في المحسوسات متظاهرة. رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا بكم: ومن عمل ولم يجد لذلك ثمرة ولا للإقبال على الأعمال مسرة، ووجد ضد ما يطلبه، ولم يصابر الأعمال على ممر الأحوال، فليفتش عن إخلاصه في عمله، ولينظر فيما يقتضي الرد عليه من أحواله، فإنه منه أتي، وليجتهد في التفتيش على دسائس الأعمال، فإنه ربما كان ذلك في اعتقاد في الله غير موافق لما هو الصواب عند أهل الحق، أو في شيء مما يوجب رد عمله عليه، وفي الأعمال مما يحبط الأعمال، كالقيام على حالة من أحوال الضلال في الأعمال والأقوال، فإن رذائل الأحوال واجتراح الأوزار ترتد به الأعمال، كما ورد في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: إن عمل العبد يعرض على أهل كل سماء فيرد بذنب، حتى يعرض على الله فيرد بعدم إرادته به وجه الله. فانظر ذلك وأمعن النظر فيما يرد عملك عن القبول الذي توجد به ثمرات الأعمال وتزكية الأخلاق ونمو الأحوال، فإنه رب ذنب يحرم قيام ليلة، ورب ذنب يحرم قيام سنة،
ورب كلمة تقلد عنه بابا لم ينفتح ذلك الباب إلا بالنزوع عنها وتبديلها بضدها، ولربما لم يعد إلى ما كان عليه قبل ذلك، فإن الكتاب على البياض قبل أوقع من الكتاب فيه بعد المحو من السواد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ولا أعظم من الافتتان بالأكوان ونسيان مكونها، والحجاب بالأعيان عن مبدعها ومعينها. وأول الفتنة أعاذنا الله وأحبابنا وسائر المسلمين منها مخالفة الأمر. أعاذنا الله منها. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فيا إخواني إياكم وإياها، فمخالفة الأمر مصارمة ومقاطئة للآمر، فماذا يجد من قاطع الله وصارمه؟ فهذه نفسة وإلقائية ألقاها المفضل الوهاب على قلب عبده، وأبداها على شهادته وأجراها على يده، ولي في ذلك. فمن وجد ثمرة الأعمال عاجلة فليحمد الله أهل الفضل والمنن. أهل الفضل والمنن، عناية الله في الإنسان حاصلة فيما حاصلة فيما تقبله من سر ومن علن. ومن جملة ثمرات الأعمال إدامتها عليك والإغتباط بها والمسارعة إليها والنشاط فيها. وإذا كنت كذلك فاعلم أنك عند الله بمكانة، وأنه قد رضيك لخدمته واصطنعك لنفسه واصطفاك لمحبته. لذلك قال المعلف رضي الله عنه: إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك. إن أردت أيها المريد والطالب المستفيد أن تعرف قدرك عند الله، هل أنت ممن اصطفاه وأحبه وقربه ورفع ذكره وأكرمه وعزه، أم أنت ممن أذله وأهانه وحرمه وطرده ورسمه في جريدة أعدائه؟ فانظر، فإن لكل فريق علامة ولكل قوم مقامة. فعلامة فريق الكرامة طريق السعادة، وعلامة فريق الإهانة والبعد طريق الشقاوة، والطريقتان معلومتان. فالسعادة هي الأعمال الموافقة للأمر المرضي واجتناب النهي المفدي. وقد ورد في الحديث: من أراد أن يعرف منزلته عند الله فلينظر منزلة الله عنده. فإن كان لله معظما ومكرما، ولأوليائه محبا ومواليا، ولأعدائه مجانبا، وعن مناهيه متباعدا، ولنعمائه شاكرا، وبمنته معترفا، وعلى صروف قضائه صابرا، وعلى كل ما يقربه منه مثابرا، فليعلم أن الله له معظم ولقدومه مكرم، وعن كل ما يكرهه صارف. بعد. فإن الله رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: فإن الله يوفي عبده بما عامله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والكل حقيقة من الله ابتداء وإليه يعود انتهاء، فهو المتفضل بما عامله به عبده، إذ هو الذي أوجده ووفقه وأعانه وتقبله وأهله. ومنه جزاه في دنياه وأخراه. وإذا كان العبد في طاعات الله متباطئا وإلى معاصيه مسارعا ولمحارمه منتهكا وبأوليائه مستهينا ولأعدائه مواليا ومكرما، فليستدل بذلك على أنه عند الله مهان وبعلامة البعد موسوم، وعن الخيرات محروم ما لم يتداركه بتوبة وعفو وغفران. وهو المرجو من فضله أن يهدينا ويعفو عما نحن عليه من الجرائم وانتهاك المحارم، وأن يوفقنا لمرضاته ويسلك بنا طريق خواص أهل تقاته. إنه الجواد الكريم البر الرحيم، وكذلك سائر أحبابنا ومشايخنا وسائر المسلمين. ويجنبنا وإياهم ضلات الفتن، ويقينا من شوم المعاصي وضروب المحن. ولي في ذلك: إذا أردت أن تكف يوما على قدر، هل أنت من أهل قرب الله في الأزلي؟ فانظر إلى ما يقيمك فيه مقتدرا من فعل مكروه أو من خالص العملي. إن العلامة تظهر كل مستتر،
في طي مكنون ما قد كان في الأزل، فمن يكن في طريق الخير منتشرا فذاك محبوب مثل المثل بالمثل. ثم قال متمما لما قدمه: لله يغتر ذو راي ضعيف بالطاعة دون الله تعالى. فلذلك قال: متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه أسبغ عليك نعمه ظاهرا وباطنا. اللهم أكرمنا بذلك وارزقنا طاعتك والغنى بك عنها، ارزقنا طاعتك والغنى بك عنها. متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه أسبغ عليك نعمه ظاهرا وباطنا. الحمد لله على إفضاله وجزيل نواله، ويقول: إن العمل الصالح شجرة طيبة ثمرته وجدان سر ذلك العمل من طريق الإيمان ومن طريق العيان. يقول المؤلف: من وجد ثمرة عمله آجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا. إنما يتقبل من المتقين. اللهم اقبلنا على ما فينا. الوجدان مختلفة، فمن وجدان في الأعمال بطريق الإيمان على صدق الوعد بالموعود، وإما بطريق الشهود والعيان. يقول: الوجدان في الأعمال بطريق الإيمان ما تستشعره من صدق الوعد بالموعود، ما تستشعره من إفضال الله عليك وجوده وإحسانه إليك، فيسهل لديك عسير العمل وتخف عليك مشاقه وتهون عليك وعوراته وتتحقق ظهور معناه ونوره وسناه، يشرق عليك نوره وسناه. الله أكبر. هذا وجدان في الأعمال بطريق الإيمان، وراءه تجد ثمرة العمل بطريق الشهود والعيان، تنكشف لك ستوره، تستولي عليك تباشيره، تزف إلى العامل عرائسه وحوره، حقائق هذا العمل في القرب منه عز وجل، في الرضا منه ورضانه، في زيادة المحبة منه والمحبة له. يا سلام. بعد تتغشاه أنوار القرب وتشوقه لوامع الحب، وجدت ثمرة العمل عاجلا من طريق الإيمان ومن طريق الكشف والعيان. الله الله. قال: أول ذلك كله وجود هذه الثمرات مكابدة ومجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأول الطريق مكابدة وعنا، وآخرها مشاهدة وهنا. قال: وهو طريق الفناء فينا. يقول الحق تعالى أي الجهاد فينا طريق الفناء فينا، نعوضهم بما ذهب منهم، مبني عنهم معيتنا، نجعلهم معنا، ونشهدهم حسننا وإحساننا، فنصفهم به ونجعلهم له، نجعل لهم نعتا هو إحسانه، يجعلنا يسميهم محسنين. إيش معنى محسنين؟ من يتجلى عليهم أسرار وإحسانه. محسنين إيش محسنين؟ ما عملوا شيهم؟ هم اللي أصلوا مع دم ذلك عملوا شيء؟ أكرمهم بالصدق معه المجاهدة وسمهم محسنين، هو منه كله الإحسان، فهو أصفه ونعته ونعتهم به. ها؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، نعتهم محسنون، نعتهم محسنون. وذلك لما ظهر عليهم من حسن معيتنا التي لم تبقي عليهم من أوصافهم أصفى، ولم تدع فيهم من رؤية نعوتهم نعتا يشهدونه قط، شهدوا حقيقة فعلنا وصفاتنا وذاتنا، ففنوا فعلا ووصفا وذاتا. الله. فلا يصح أن يوصفوا إلا بما يليق بنا، بالمحسنين، بالعارفين، بالمقربين، بالطيبين، أوصاف الله ما أوصف. لكن حازوا منها شرف نسبه وصفهم أعطاهم إياها. الله الله. إذا أخلص العمل لا ولا يقبل الله ما كان خالصا. من أخلص لأربعين يوم هو يخلص صلواته وطاعته وقراءته وأخذه وأعطاه وحضوره المجالس مخلص لله،
ما يريد غير الله. جالت روحه في الملكوت الأعلى وعادت بطرائف الحكم فنطق بها قلبه على لسانه. رواه ابن المبارك في كتاب الزهد بن عين في الحلية عن سيدنا أيوب الأنصاري عن رسول الله أخلص لله 40 يوم. لا يحبون يصلحون دورات 40 يوم. سيحصل فيها من يحصل هذا العطاء من الحي القيوم. فهذا من ثمرات العمل المقبول، ولا يقبل الله إلا من المتقين. ولذلك قال تعالى واتقوا الله يعلمكم الله، فوجود هذه الثمرات دليل أنه قبل منك. فهذا من ثمرات التقوى، والتقوى منها ما هو عمل ومنها ما هو علم، الكل عمل، لأن علم التقوى واحد من الاثنين، إما وسيلة العمل وإما ثمرة العمل، وكل عمل. فأما وسيلة العمل يتحقق العمل به بالقيام بالعمل، وأما ثمرة العمل فوجوده عمل به، شهوده عمل به، علمه عين العمل به، لأنه ذوق، فوجوده عمل به، يعني بمجرد وجوده يتحقق به انكسارا وذلة ومعرفة. كيف يعمل به؟ وش يعمل به؟ يعرف معرفته هي العمل. الله أكبر. من عمل بما علم ورث الله علم ما لم يعلم. رب نعيم في العليا العيب. وإذا علمت أن ليس ثم ثمر للعمل إلا العلم اللدني الذي يظهر لك بوجه الصواب في كل عمل وحال من الله بلا تعلم ولا تعمل، بل يكون الحق لصاحبه سبحانه وتعالى يدا ومؤيدا وقلبا وعقلا، فهذا ما شكله من ثمرات العمل المقبول. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنوافل بعد هذا الدرف حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه بصره الذي يبصره أن يصير واحد ثاني. يضيق كل لسان عن وصف ما فيه من المعاني، لأن فيه سر المثاني، مكرما بمعاني التداني، يتلقى صلة بصاحب مقام أو أدنى، فيا له من حال أسنى وعيش أهنى. لا بد لكل سالك في ابتدائه في الأخذ في العمل من كلفة وتجشم تعب ومشقة، ثم تعقبه الراحة والمسرة. عتبة الغلام قال كابت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به. وجاهد تشاهد واغنم الوعد بالهدى، هدى نصه في العنكبوت بآيتي. استمر وتخرج من الدورة لأي عمل لأي مكان، وترجع إلى البيت في أي وقت، تقيم في بيتك وحالك وصلتك بالله وقيامك بالله وتبعيتك لمحمد بن عبد الله، واستمر واحضر وانكسر واخضع واقبل وتواضع وارحم وارأف، ترحم وترأف وتهدى ويستمر لك العطاء، وتنزل لك الإمدادات ويكشف لك الغطاء. لابد من مواصلة حتى تنال المواصلة. والثمر لا يصل إليه إلا بعد حركات حسية وتدبيرات معنوية. يعجز عن الوصول للثمرة من لم يتحمل العنا في غراس الشجرة، هذا معروف لا يمتري فيه ذو قلب سليم وعقل سالم، بل شواهده في الحسن ظاهرة. ومن جميل ما صحح من العبارات أبو بكر المشهور يقول في العقل السليم، كان الناس يقول في الجسم السليم، قال في القلب السليم. صح. العقل السليم في القلب السليم. كم من مريض عقله منور إن شاء الله قوي، وكم من جزم صحيح كما هذا أبله بليد بعيد عن العقل سخيف. فالعقل السليم في القلب السليم. بل شواهده في الحس ظاهرة، وأمثال على الأعمال في محسوسات متظاهرة. ومن عمل ولم يجد لذلك ثمرة ولا لإقبال على الأعمال مسرة، ووجد ضد ما يطلبه ولم يصابر الأعمال على مر الأحوال، فليفتش في شيء عندك، في موجود غلط، في مانع، في حاجب، في شيء رد عليك عملك. وإلا كل تسبيحة لها أثر، كل تكبيرة لها أثر، كل صدقة لها أثر، كل ركعة لها أثر،
كل آية تقرأها لها أثر في تنويرك تطهيرك وقربك وزيادة إيمانك وقينك. ما حصلت أثر صلح فتش شوف إيش الحاجب إيش المانع. قال فليفتش عن إخلاصه في عمله ولينظر فيما يقتضي الرد عليه من أحواله، فإنه منه أتيه، أتيه من هنا من نفسه من عمله من غش في عمله من دخل في عمله، وليجتهد في التفتيش على دسائس الأعمال، فإنه ربما كان ذلك في اعتقاد في الله غير موافق لما هو الصواب، بطلان في العقيدة يكون محجوب بصاحبه، يو عبد الله ما عبد لا يقرب ولا تنجلي أنوار الحق في قلبه، لأنه يعتقد في الله ما لا يليق بجلاله من تشبيه أو تعطيل أو شيء من أم من الأمور لا تليق بعظمة الله. كل عقيدة باطلة حجاب غليظ. أو في شيء مما يجب رد عمله أو في الأعمال مما يحبط الأعمال كالقيام على حالة من أحوال الضلال في الأعمال والأقوال، فإن رذائل الأحوال واجتراح الأوزار ترتد به الأعمال. رذائل الأحوال قبيح الصفات اجتراح السيئات يرد الطاعة ويرد قبول الطاعة يرد قبول العبادة. كبر وعجب والرياء وإصرار على عقوق والدينه وقتاد رحمه وأذى مسلم، صلى أعمال صالحة ما يظهر له أثرها لأنه مردودة لم تقبل والعياذ بالله. إن عمل العبد يعرض على أهل كل سماء فيرد بذنب، واحدة بالغيبة واحدة بالكبر واحدة بالرياء واحدة بالمسلمين واحدة بقول سوء وهكذا السماوات السبع. بعدين قد يعدي أعمال عليها كلها ويمشي من سماء إلى سماء، لما يقول به الملاك من دير الله يقول أنتم الشهداء على عمل عبدي وأنا الرقيب على قلبه لم يردني بهذا العمل. عنده غرض خفي مع الملائكة ما درت به ما حست به، فلما أرادني أدرت في ثاني يرد عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيرد بعدم إرادته وجه الله. للدقائق في الرياء ما يقدروا على الملائكة يطلعون عليها، وحقائق في الإخلاص ما يقدرون يطلعون عليها، فيرد بهذا العمل الذي كان ظنه فيه خير، ويعطي الله أولئك المخلصين ثوابا ما يعلمه الملائكة، ما عملوا حقائق ما علموا حقائق الإخلاص التي في قلب هذا العبد. الله أكبر. فانظر ذلك ومن نظر فيما يرد عليك يرد عملك عن القبول، اللهم اقبلنا على ما فينا يا بر يا وصول. قال سيدنا عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف: لو علمت أن الله قبل مني تسبيحة واحدة لضيفتها لتريم على البر واللحم 8 أيام شكرا لله بقبول التسبيح. إن إذا قبل التسبيح دل على أنه من المتقين ولهم كل شيء. اللهم اقبلنا على ما فينا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإذا قبلك الليلة صفت ليلتك وأصبحت في حال جميل، وإذا قبلك في الغد صار مدده إليك بلا عدد، وجاءتك الليلة بعدها وأنت أضوى وأرشد يا كريم. نسألك القبول. قال أي توجد بثمرات العمل وتزكية الأخلاق ونمو الأحوال، فإنه رب ذنب يحرم قيام ليلة ورب ذنب يحرم قيام سنة، رب كلمة تقلد عنه بابا لا ينفتح له ذلك الباب إلا بالنزوع عن هذه الكلمة تبديلها بضدها، ربما لم يعد إلى ما كان عليه قبل ذلك والعياذ بالله، ينزل معاد يرجع إلى ما كان عليه. فإن الكتاب على البياض قبل أوقع من الكتاب فيه بعد المحو من السواد وبعدين يكتب، بياض ما يشجع له سواد أبدا كتب عليه صافي والكتاب واضح، أصابه سواد محوه مسحوه بعدين كتبه ثاني مرة، فرق بينه وبين الأول. لا إله إلا الله، ثوب مغسل كما ثوب جديد توسخ وتغسل، هذا ما شجال وسخ فرق، مرآة من أصلها صقيلة ما شجالها كدر، واحدة تكدرت ومسحوها تكدرت ومسحوها هي مثل هذيك
ما تكون مثله. يا رب نور بصائرنا وصفي سرائرنا. قال فإن الكتاب على البياض قبله أوقع من الكتاب فيه بعد المحو من السواد، فليحذر الذين خلفوا عن أمره أن تصيبهم فتنة، ولا أعظم من الافتتان بالأكوان ونسيان مكونها، الحجاب بالعين عن مبدعها ومعينها. وأول فتنة أعاذنا الله وحفظنا مخالفة الأمر، تخالف أمر الله. اللهم لا تفقدنا حيث أمرتنا، ولا ترانا حيث نهيتنا يا الله. إياكم وإياها المخالفة، فمخالفة الأمر مصارمة ومقاطعة للآمر. وماذا يجد من قاطع الله وصارمه؟ لا إله إلا الله. فمن وجد ثمرة الأعمال عاجلة فليحمد الله أهل الفضل والمنن، عناية الله في الإنسان حاصلة فيما تقبله من سر ومن علن. جملة ثمرات الأعمال دمت عليك هذه ثمرة، استمر عليها، الاغتباط بها، الفرح بها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك أفل، والمسارعة إليها والنشاط فيها. إذا كنت كذلك فاعلم أنك عند الله بمكان الحمد لله، أن رضيك لخدمته، اصطنعك لنفسه واصطفاك لمحبته. فإذا أردت أيها المريد تعرف قدرك عند الله، أنت فين؟ ممن اصطفاه وحبه وقربه ورفع ذكره وكرمه وعزه، أم ممن أذله وأهانه وحرمه وطرده ورسمه في جريدة أعدائه والعياذ بالله؟ انظر، لكل فريق علامة، لكل قوم مقامة. ما علامة فريق الكرامة؟ طريق السعادة. علامة فريق الهنا طريق الشقاوة، طريقتان معلومتان، فالسعادة هي الأعمال الموافقة للأمر المرضي واجتناب النهي المفضي. وقد ورد من أراد أن يعرف منزلته عند الله فلينظر منزلة الله عنده. إذن فانظر في ماذا يقيمك، ملامح معرفة قدر العبد عند ربه، عمل وحال، ومعية مع من حطك، عند من حطك، وموضي أين وضعك، فين أين وضعك، فين أذواق قلبية، ما منزلته عنده. بس هذه الملامح تعرف بها، تعرف بها منزلتك عند الله، في ماذا أقامك، من عمل وحال، مع من، ها، في أي مكان، أي موطن، بعدين ما منزلته عندك، لو وقفت ما منزلته عنده، ما منزلة الله عنده، كيف عظمة الله في قلبك، كيف محبتك له، هذه علامة منزلتك عنده. فهذه الملامح الأربع تعرف بها من خفض ومن رفع، علامة. لا إله إلا الله. قال فإن كان لله معظما ومكرما ولأوليائه محبا مواليا ولعداه مجانبا وعمناه متباعد ولنعمه شاكرا وبمنته معترفا وعلى صرف قضاء صابرا وعلى كل ما يقربه منه متابعا، فاعلم أن الله له معظم ولقدومه مكرم، وعن كل ما يكره صارف، فإن الله يوفي عبده بما عمله، هل جزاء الإحسان إلا، والكل حقيقة من الله ابتدى وإليه يعود انتهى، لا إله، فهو المتفضل بما عمله بعبده هو الذي وفقه لكل ذلك، إذ هو الذي أوجده وفقه وعانه وتقبله وأهله، ومنه جزاه في دنياه وأخرى، لا إله إلا الله. وإذا كان العبد عن طاعات الله متباطئا وإلى معاصيه مسارعا ولمحارمه منتهكا بأولياء مستهين مستخفا أعداء موالي مكرما، يقول أوه هذول ناس، إيش هذول ناس، واحد ما يؤمن بربك إذا مات على حاله مصيره النار، تقول هؤلاء ناس إيش إيش هؤلاء، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمن خير من مشركة ولو أعجبتكم، بالزوالق وبالزخارف والزهالق والمظاهر ما هم أفضل أبدا. من في قلبه مثقال ذرة من إيمان خير من جميع متقدمي ومتطوري الحضارات من أول العالم إلى آخره من الكفار، واحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان خير منهم وأفضل وأكرم وحاله أجمل في الدنيا والآخرة.
أو أنت تظن في ملك للدنيا والآخرة غير الحق؟ هو رب الدنيا والآخرة، يعطي خيرها لمن صدق معه. يقول فإذا كان لمحارم منتكب أولياء مستهينا لأعداء مواليا ومكرما فليستدل بذلك على أنه عند الله مهان، بعلامة البعد موسوم، وعن الخيرات محروم، ما لم يتداركوا بتوبة وعفو وغفران. يا عفو يا غفور، تداركنا وأحبابنا والمسلمين، وتدارك كثيرا من خلقك في شرق الأرض وغربها، وأرنا سر تداركك لهم في الدنيا والآخرة، وهو المرجو من فضل أن يهدينا ويعفو عنا عما نحن عليه من الجرائم منتهك المحارم يا رب، وأن يوفقنا لمرضاته وسلك بنا طريق خواص أهل تقاته، أمين. إنه الجواد الكريم رب الرحيم، كذلك سائر أحبابنا ومشايخنا وسائر المسلمين، يجنبنا مضلات الفتن ويقينا من شوم المعاصي وضروب المحن، أمين. إذا أردت أن تقف يوما على قدري، على قدرين، هل أنت من أهل قرب على قدرين، هل أنت من قرب أهل قرب الله في الأزل، فانظر إلى ما يقيمك فيه مقتدرا من فعل مكروه أو من خالص العمل، إن العلامة تظهر كل مستترين في طي مكنون ما قد كان في الأزل، فمن يكون في طريق الخير منتشرا فذاك محبوب مثل المثل بالمثل. إله إلا الله، اللهم ارزقنا طاعتك والغنى بها والغنى بك عنها. من يأكل طعام لذيذ وغيره مع شهود الحق، هذا قال سيدنا إبراهيم، والذي هو يطعمني ويسقين. علامته اجتناب الحرام والشبهة، والبعد عن المكروه، والبحث عن الحلال، ثم عدم الاشتغال به عن المهمات، وعدم تعلق القلب به، وشهود المنة به وفيه من الله تبارك وتعالى، هذا علامة شهود الخالق. وعلامة الدعوة الكاذبة أن يلتفت إلى لذيذ المطعم ولا يبالي من أي وجه جاء، ولا يحب أن يتذكر الشبهة التي فيه، وينقطع بها عن الصلاة، وينقطع بها عن مجلس علم. نقول هذه علامة الدعوة وبطلانها، أنك مدعي دعوة باطلة. فإذا كان متحرن ومن الحلال ولا ينشغل به عما هو أعظم وأفضل وشهد، فهذا صحيح، هذا صحيح. يا الله بالتوفيق والمشي في الطريق الصحيح.